أهلا بكم. كثفت جماعة الحوثي اليمنية دورها في الصراع في الشرق الأوسط باستهداف سفن في البحر الأحمر وإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل في هجمات تقول الجماعة المتحالفة مع إيران إنها تهدف إلى دعم الفلسطينيين في غزة. ويزيد دور الحوثيين من المخاطر الإقليمية للصراع بين إسرائيل وحماس، إذ يهدد الممرات البحرية التي يجري من خلالها شحن الكثير من النفط العالمي، كما يثير قلق الدول المطلة على البحر الأحمر، ويطلق المسار التصاعدي للهجمات تساؤلات بشأن الخيارات التي قد يتم اللجوء إليها من جانب المجتمع الدولي، والحديث هنا عن الولايات المتحدة في مقدمة هذه الدول من أجل حماية طرق الملاحة الدولية، حيث قالت واشنطن إنها تريد تشكيل أوسع تحالف بحري ممكن لحماية السفن في البحر الأحمر وإرسال إشارات مهمة إلى الحوثيين بأنه لن يتم التسامح مع المزيد من الهجمات. هنا نسأل، ما العقبات التي تقف في طريق تأمين الملاحة في البحر الأحمر؟ ما التداعيات الاقتصادية والأمنية التي قد تنتج عن هذه الاستهدافات المتوالية والتي تتسم بوتيرة متصاعدة؟ للنقاش أرحب بضيفي الكريمين من القاهرة، اللواء البحري السيد عصام الدين بدوي أمين عام اتحاد الموانئ البحرية العربية، ومن العاصمة الأردنية عمان بالنائب والوزير السابق الدكتور محمود الخرابشة. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيادة اللواء، اليوم ما مدى خطورة ما يقوم به الحوثيون على مستوى خطوط الملاحة في البحر الأحمر؟ هل باعتقادك اليوم المعركة التي تجري في تلك المنطقة أو عمليات القرصنة تجاه هذه السفن استعراض ربما فقط للقوة، أم أن الحوثيين قادرين فعلا على تهديد الملاحة البحرية وأيضا حتى الأمريكية والبريطانية وغيرها؟ أولا يعني متشكر طبعا على الاستضافة الكريمة دي، وطبعا بلا شك في تأثير على حركة الملاحة. احنا تناولنا الموضوع ده قبل كده لما كان في عمليات القرصنة، وقلنا ايه انسب اسلوب ان احنا نتعامل مع موضوع القرصنة. دلوقتي في بعد جديد جه، اللي هو دخلنا بقى حاجات متنوعة، في صواريخ، في طيارات المسيرة، دي ما كانتش واردة قبل كده، فالحقيقة دخلت حديثا في المعادلة. هو طبعا حضرتك يعني احنا من الخبرات السابقة في هذا المجال، لازم طبعا تنشأ مركز للعمليات مخصوص لتأمين المنطقة، يبقى في أجهزة لاسلكي وأجهزة إنذار قوية، وتدعمه ويتحكم في وحدة بحرية خصوصا صغيرة السريعة المناورة بتاعتها كمان عندها حرية المناورة. طبعا بالطيران أهم حاجة، طبعا الطيران خصوصا طيران الهليكوبتر. فهو ده اللي لازم يحصل، طبعا تعاون دولي إنشاء مركز. طيب هذا يقودنا إلى أنه من الممكن سيادة اللواء، يعني من الممكن أن تتوسع هذه الحرب، وفعلا هناك تخوفات على المستوى الدولي من أن تتسع الحرب إلى حرب أقليمية، كون الجميع يعلم بأن الحوثي هو ذراع إيران في تلك المنطقة. دعني أستمع لوجهة نظر الأستاذ محمود، الدكتور محمود من عمان. دكتور محمود أهلا بك مجددا. هل اختارت اليوم إيران الحوثي اتساع رقعة هذه الحرب، كون الحوثي بعيد جغرافيا عن الصراع في فلسطين، أم أنه هناك يعني أهداف أخرى مما يجري اليوم في البحر الأحمر؟ شكرا أخي. الحقيقة يعني هذا أمر متوقع أن يتم توسيع رقعة الحرب، خاصة أن هذه الحرب قد دخلت شهرها الثالث. بالإضافة إلى ذلك يعني إيران لها أذرع في المنطقة وتريد أن تحافظ على أذرعها في المنطقة، والحوثيين
يدورون في فلك إيران، وهم أحد الأذرع الإيرانية في المنطقة التي لها وجودها ولها حضورها. الحقيقة أمد الحرب وما نتج عنها من دمار وضرر واعتداء على الشعب الفلسطيني وقصف المستشفيات والمدارس والمساجد، بالإضافة إلى قتل النساء والأطفال والأبرياء واستهداف البنية التحتية لغزة كاملة، إضافة إلى حصار غزة، لابد أن يتم توسيع رقعة هذه الحرب. طيب وأعتقد دكتور أن محمود، المجتمع الدولي دكتور نعم. محمود، هو طيب ما الغاية من توسيع رقعة الحرب اليوم لإيران؟ يعني طالما أنه إيران كان الأولى أو يعني الأقرب للمنطق والعقلانية أن يدخل حزب الله من الشمال الحرب يعني كمحور مقاومة، اليوم يعني هذه الاستهدافات وهذه القرصنة في الجنوب في البحر الأحمر، ماذا تخدم اليوم الفلسطينيين؟ كيف تخدم الفلسطينيين؟ يعني هي تخدم السفن التي في طريقها إلى دولة الكيان الصهيوني وتحمل معدات وأدوات سواء كانت حربية أو أغذية أو غيرها. لكن هناك إلى يعني هناك قرصنة هناك تخوف من دول اليوم المنطقة المطلة على البحر الأحمر من هذه الصواريخ والمسيرات التي يعني فوق أراضيها مثل السعودية وغيرها. أيضا اليوم حركة الملاحة الدولية ليست فقط مرتبطة بموضوع باخرة إسرائيلية، اليوم هو موضوع دولي، يعني قد تنشب حرب عالمية من وراء هذه الأفعال. وهذا ما يملي على المجتمع الدولي وعلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص أن تضع حد لآلة العنف والإرهاب التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، لمنع انتشار هذه الحرب ومنع انتشار حرب إقليمية أو قد تتطور إلى حرب عالمية، لأن الحشودات التي حصلت والدعم الذي حصل والتطورات التي حصلت في المنطقة هي بوادر حرب إقليمية ومن ثم قد تتطور إلى حرب عالمية. بالإضافة إلى ذلك حضرتك أشرت إلى حزب الله، فقد الاتصال مع دكتور محمود. حتى الآن يقوم بدور حتى هذه اللحظة وكأنه موجود في المعركة، لذلك الأمر يستدعي تكاتف دولي ويستدعي يا دكتور محمود، يا دكتور محمود أن تقوم بدورها وأن تضع حد طيب. لهذه المجتمع الدولي بدأ واضح من مجلس الأمن لم يستطع المجتمع الدولي أن يضع حدا للحرب، لكن دعنا نكون واقعيين ونحلل، ما الدور الذي يمكن أن تقوم به جماعة الحوثي في اليمن من خلال إطلاق هذه المسيرات والصواريخ وقرصنة السفن اليوم؟ يعني ما الدور، حتى أنه البعض يقول لك أنه اليوم إيران هي المستفيدة مما يحصل من خلال سيطرتها وتحكمها بطرق الملاحة الدولية؟ يعني واضح تماما هي إيران المستفيد، وأنا منذ أن بدأت حديثي أشرت إلى أن الحوثيين هم أحد الأذرع الأساسية والرئيسية لإيران في المنطقة، وبالتالي إيران تريد أن تقول أنها موجودة وأنها تؤثر، وتريد أن تقول أن لها قرارها الذي يمكن أن تحركه بأي لحظة من اللحظات. فيما يتعلق بالحوثيين واضح تماما العلاقة والارتباط الوثيق الذي يربطهم مع إيران، لكن بالنتيجة ما يحصل هو وما هو ظاهر أن تصريحات الحوثيين وأعمالهم التي يقومون بها وإن كانت أعمال قرصنة في البحر الأحمر، لكنها بالنتيجة تقول بأنها تريد أن تخفف الضغط عن المقاومة الفلسطينية، وتريد أيضا أن توقع خسائر أو على الأقل أن تقول للكيان الصهيوني بأنه كفى إبادة وكفى قتل وكفى اعتداء على وصلت النساء هذه الفكرة. دعني أستمع لوجهة نظر اللواء لواء عصام. اليوم إدارة بايدن لا تريد أن تتسع رقعة هذه الحرب، كما أنها تحاول الضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه الحرب في غزة. سؤال هنا، تحدثت واشنطن عن قوة دولية لمواجهة خطر الحوثيين في البحر الأحمر، لكن لم تتحدث عن ماهية هذه القوة. كيف سيكون شكل هذه القوة البحرية العالمية لحماية الملاحة؟ وألا تخشى من أن تتطور هذه القوة إلى اشتباك ربما مع الحوثيين أو عدوان جديد على اليمن؟ بص أقول لحضرتك حاجة، وطبعا شكل القوة البحرية يعني هو طبعا أي قوة بحرية
منطقة، لأن المنطقة برضو مصمم على الوحدات البحرية سريعة الحركة والسرعة وقوية التسليح، هي دي اللي ممكن تقدر تقف وتمنع التهديد. بس أنا الحقيقة البداية كانت مش للملاحة البحرية بصفة عامة، هي كانت ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة لإسرائيل. والحقيقة ده برضو لما حضرتك ملاحظ النشاط في ميناء إيلات اللي هو على خليج العقبة في جنوب إسرائيل، هنلاقيه متوقف تماما. يعني الحقيقة جابت نتيجة، يعني الحقيقة جابت نتيجة، وده من أول الحرب كمان، مش من بس بدء الهجمات بتاعة الحوثي. فأنا اللي يهمني الحقيقة بقى في الموضوع هو تأثيرها على قناة السويس، ده اللي حضرتك بقى نتكلم عليه، ده أهم شريان ملاحي عالمي، فهو ده اللي نقدر نقوله. والبحر الأحمر طبعا شريان بترولي وبحيرة عربية، تقريبا بحيرة عربية، فالمفروض الدول العربية هي الأقدر على حماية أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر. وهو زي ما بقول لحضرتك، يعني هو الموضوع بس مركز عمليات مخصوص إن هو يسيطر على المنطقة دي بأجهزة مراقبة، أجهزة اتصال جيدة، وقوة بحرية خفيفة. طبعا الطيارات دي في منتهى الأهمية، سواء طيارات الهليكوبتر يعني. طيب فيعني بالمقابل الحوثيين بس يعني إن شاء يمتد الله يكون هو أيضا بس لما طائرات الدنيا مسيرة وصواريخ، والموضوع يعني قد يتطور إلى اشتباك عسكري. سنناقش التداعيات، سنناقش أيضا السيناريوهات المحتملة، لكن بعد هذا الفاصل ضيفي الكريمين. أهلا بكم من جديد في فقرة الرأي، رأيكم. سألنا المتابعين كيف تؤثر هجمات الحوثي على السفن في البحر الأحمر وعلى المنطقة، لماذا ستقود؟ الخيار الأول كان تشكيل قوة دولية لحماية الملاحة، 79% اختاروا هذا السيناريو، توسيع الحرب بين إسرائيل وحماس 21%. سيادة لواء عصام الدين بدوي، أمين عام الموانئ أو اتحاد موانئ البحرية العربية، تعليقك على نتيجة الاستطلاع. الجميع يذهب إلى أن هذه التصرفات الحوثية ستقود إلى تشكيل قوة دولية لحماية الملاحة. تمام، طبعا أنا مع هذا الرأي 100%، و79 حتى كمان دي نتيجة صغيرة، يعني أكتر من كده كتير، لأن هو فعلا تشكيل قوة بحرية. وده الحقيقة ده كان خيار من زمان، من أيام عمليات القرصنة اللي كانت بتتم في المنطقة. فهي عملية طبعا القوة البحرية دي في منتهى الأهمية، وزي ما قلت لحضرتك لازم يبقى في أي دولة مطلة على المنطقة يعني عربية طبعا مركز عمليات قوي مع وسائل إنذار ووسائل اتصال، قوة بحرية. الاتجاه يعني إن هو تشكيل قوة بحرية. نعم، طيب، معي أيضا من عمان الدكتور محمود الخرابش النائب والوزير السابق. دكتور محمود، باعتقادك كيف سيكون شكل الرد الأمريكي على استمرار خطف السفن وتهديد السفن في البحر الأحمر؟ يعني واضح تماما أن وزير الدفاع الأمريكي ورئيس أركان القوات المسلحة الأمريكية قد يحضرون للمنطقة، وأحد أهم الأسباب الرئيسية لحضورهم هو مناقشة الملاحة البحرية العالمية وتأمين مرور السفن بأمن وسلام في الممرات البحرية التي يمكن للحوثيين أن يؤثروا عليها. وبالتالي واضح تماما أن رئيس الأركان ووزير الدفاع الأمريكي سيكون جاهزا بخطط جاهزة لضم أكبر حشد دولي لتشكيل قوة دولية لحماية الممرات الدولية البحرية وتأمين الملاحة البحرية. لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن الحوثيين قد يخضعون لهذه القوة، قد
قد يأتمرون بإمرتها لأنهم يعتقدون أن ذلك يؤثر على حقهم وعلى حقوقهم، لكن بالنتيجة ماذا لو يستطيع استهدف المجتمع الحوثيون الدولي هذه القوات؟ نعم، ماذا لو استهدف الحوثيون هذه القوات الدولية؟ يعني واضح تماما أنها قد تكون أحد أدوات استهدافهم التي يستهدفونها، وبالتالي قد تتطور الأمور كما أشرت في بداية الحديث إلى توسيع رقعة الحرب إقليميا ودوليا، لأن ما يجري في غزة كما قلت هي مؤشرات واضحة لحرب إقليمية حقيقية وحرب، وقد تتوسع لحرب دولية. وكما أشرت حضرتك وأكدت أن المجتمع الدولي الآن فقد قدرته على أن يكون له تأثير فيما يتعلق بالحرب التي تجري في غزة، خاصة أن هنالك 153 دولة قد صوتوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد هذه الحرب وضرورة وقف هذه الحرب. لكن الصوت يتقطع. طيب، الصوت ينقطع مع دكتور محمود. يعني فقط للتنويه، أنا لم أقل المجتمع الدولي عاجز، قلت بدأ أنه عاجز عندما لم ينجح مجلس الأمن في تمرير القرار، وهذا واضح للجميع. سيد لواء عصام الدين بدوي، اليوم في الثمانينيات وتحديدا في 88 يعني اضطرت القوات البحرية الأمريكية لخوض اشتباك مع القوات الإيرانية بعد انفجار، كما تتذكر، يعني سفينة بحرية عسكرية أمريكية بلغم إيراني. اليوم هل تخشى من توسع رقعة الحرب في حال رد الحوثيون واستهدفوا هذه القوات الدولية في البحر الأحمر؟ يعني أنا طبعا لي رؤية نظر مختلفة عن خالص. يعني أنا بقول إن هي حاجة مرحلية نتيجة الحرب اللي موجودة حاليا بين حماس وإسرائيل، وإن شاء الله ربنا ينصرنا يعني. وإنما إن الحوثيين يضروا بمصالح، لأنهم هيضروا بمصالح كمان إيه؟ كل دول مطلة على البحر المتوسط، خاصة مصر وقناة السويس، فما أعتقدش إنهم هيعملوا كده في المرحلة بلا يعني. وإن الصراع مش هيتوسع. يا سيادة اللواء، ما الذي يمنعهم؟ بأي هدف مع حضرتك، أي حاجة بتتعمل بهدف. إيه هو الهدف؟ إيه هو الهدف؟ إن هم يعقلوا الملاحة العالمية، ولا هم بس مرحلة إن هم عاوزين يعني يوجعوا إسرائيل؟ فهو ده بس اللي حضرتك فكر فيه. أي حاجة ليها هدف. ما هو هدف الحوثيين حاليا؟ هو انهم السفن الاسرائيلي. انا بقول كده، ويعني انما ان هم يضروا بالمصالح البحريه للدنيا كلها، خصوصا كمان الدول العربيه، قناه السويس، مع يعني انا ده بعيد عن مخيلتي يعني. انما طبعا انشاء قوى بحريه طبعا في المنطقه ومراقبة ووسائل اتصال والكلام ده كله، ده كان وارد كمان من أيام عمليات القرصنة، وما زالت الحاجة ملحة. وطبعا بس إن هم طبيعة الصراع اتغيرت، بقى في طيارات مسيرة، بقى في صواريخ، بقى ده هو ده بس. إنما ما أعتقدش إن يعني ألا تعتقد أنه إيران تستخدم الحوثيين في هذه الورقة من أجل يعني تحسين موقف التفاوض مع الولايات المتحدة؟ ألا تستبعد أن يكون ما يحصل في البحر الأحمر هو ليس له علاقة أصلا بالصراع في الشرق الأوسط؟ لا، هو ليه طبعا علاقة بالصراع في الشرق الأوسط. أنا بس كنت عايز أقول لحضرتك حاجة. إيران عندها الخليج العربي ومضيق هرمز، ما هي ممكن إن هي هناك تلغم وتضايق يعني، بالعكس دي فرصتها هناك أحسن، ده جنب سواحلها مباشرة. إنما استخدام الحوثي، ما ممكن الحوثي يتعرض لضربات، ضربات وضربات قوية يعني، سواء من الدول المطلة على البحر أو خارجية. وحضرتك دلوقتي موجود في المنطقة مش الأمريكان بس، لا، في الإنجليز موجودين وفي الفرنسويين موجودين. لكن بعد الحديث عن المصالحة السعودية الإيرانية، وبعد الحديث عن المفاوضات، الوضع
في اليمن على المستوى العسكري مستقر. لكن دعني فقط أستمع لوجهة نظر دكتور محمود. دكتور محمود، يعني اليوم الحوثي يقول أنه ينصر غزة، باعتقادك اليوم إلى أي درجة يمكن أن يسمح العالم لميليشيا أن تتحكم بممر وشريان حيوي عالمي مثل البحر الأحمر وقنوات قناة السويس وغيرها؟ يعني هو الحوثي لم يستأذن المجتمع الدولي أن يسمح أو لا يسمح. الحوثيون يقومون بهذه الأعمال بحجة تخفيف الضغط والتأثير على الكيان الصهيوني ونصرة لغزة. لذلك الآن إذا شكلت قوة دولية قد تتطور الأمور وقد تصل إلى مرحلة أن يكون هنالك، خاصة في ظل تعدد الوسائل والآليات الموجودة، لأن هذه لم تعد أن تقوم بحراسة مكان معين، هنالك مسيرات، هنالك طائرات أخرى، هنالك أدوات ومتطورة يمكن أن يتم استخدامها. لذلك الحقيقة الهدف الأساسي والرئيسي للحوثي هو نصرة غزة. إذا وقفت الحرب الصهيونية على غزة أعتقد أن الأمر سينتهي. وفيما يتعلق بموضوع البحار، أنت تعلم أن هنالك مياه إقليمية وهنالك مياه دولية، وبالتالي المجتمع الدولي أيضا والدول، وفيما إذا تم تشكيل أي حشد هو يريد أن يؤمن الحماية للتجارة الدولية ويؤمن الحماية أيضا للممرات الدولية. طيب، لكي تعبر السفن بأمن وأمان. أما فيما يتعلق بالحوثيين وفيما يتعلق بوضعهم، أعتقد إذا انتهت أو وضع حد للحرب الصهيونية على غزة، أعتقد أن موضوع تعرض السفن والقرصنة قد انتهى، ولم يعد هنالك مسوق أو مبرر حتى لإيجاد أي قوة دولية فيما يتعلق بالحوثيين. طيب سيادة اللواء عصام الدين بدوي، طيب كما تعلم هناك 19 تقريبا قاعدة عسكرية في منطقة القرن الأفريقي تتبع لقرابة 16 دولة حول العالم، ألا نخشى من عسكرة هذه المنطقة اليوم مع اشتداد عمليات خطف السفن وغيرها؟ كيف سيكون شكل المنطقة لو صار هناك سباق للعسكرة في البحر؟ أولا حضرتك جاوبت على السؤال، هو فعلا في قواعد عسكرية وفي قوة بحرية متعددة، يعني إنجلترا موجودة، فرنسا موجودة، الولايات المتحدة موجودة، الصين موجودة، الحقيقة الروس موجودين، فأصلا المنطقة موجود فيها قوات من دول مختلفة. فأصلا يعني بصرف النظر عن اللي بيتم النهاردة أو اللي بيحصل النهاردة، وأنا بقول لحضرتك حاجة، إحنا تعاملنا مع هذا الموضوع من أيام عمليات القرصنة، وأعتقد زي ما قال الدكتور إن فعلا بنهاية الحرب في غزة إن شاء الله وربنا ينصرنا طبعا، إن حتى يعني ما فيش مبرر للحوثي أو هدف منه يعرقل الملاحة، ده هيضر الدول العربية مش هيضر هو حاليا يضر الصعيد. الدول العربية يعني يضر مصر، أنت قلت يضر قناة السويس، يعني أين هي نصرة غزة؟ يعني اليوم بالزبط. إيران كميليشيا يا سيادة اللواء، إيران ميليشيا، لماذا لم تحرك إيران ميليشياتها في العراق وسوريا ولبنان وتدعم يدخلون من الحدود لنصرة غزة؟ أين يعني لماذا استخدام هذه الورقة اليوم لتعطيل هذا الممر الحيوي والنتيجة صفر تقريبا؟ بالضبط. أنا برضو عاوز أشير لحاجة، يعني وأنا كنت قلتها قبل كده، كان في كلام كتير قوي على أن عاوزين يزيحوا غزة وعاوزين يعملوا كذا عشان خاطر يعملوا ما يسمى بقناة بن غوريون اللي هي بتربط البحر المتوسط بخليج العقبة. أنا كنت قلت رأيي، كان سألوني رأيي يعني في هذا الموضوع، قلته مستحيل في ظل العدائيات المحيطة بإسرائيل في المنطقة. ودي مثال، إيلات النهاردة صفر، صفر تداول، صفر نشاط. فيعني ضرب من الخيال ان هم يعملوا او يفكروا في قناة بن غوريون او قناة موازية لقناة السويس، فده ابسط رد عليهم اللي بيعملوا الحوثيين النهارده، ابسط رد على اسرائيل. طيب دكتور محمود،
هل نتوقع سيناريو مشابه ربما للرد الأمريكي على ميليشيات إيران كمثلا يعني استهداف أحد قيادات كبرى في للحوثيين أو ربما إعادة وضع الجماعة على لائحة الإرهاب الدولي؟ يعني شكل الرد قياسا لأنه بايدن لا يريد التوسع في الحرب. يعني الإدارة الأمريكية وكثير من القيادات الأوروبية منذ بداية الحرب أكدوا على أنهم لا يريدون لهذه الحرب أن تتوسع، وكان وكنت أعتقد في ظل هذا التوجه لعدم توسع الحرب أنهم لن يسمحوا بإطالة أمد الحرب بهذا الشكل وأن تكون وأن تصل نتيجة الحرب إلى ما وصلت إليه. لكن فيما يتعلق بالقرارات المتعلقة بموضوع معالجة تعرض الحوثيين للسفن البحرية في مياه البحر